السلام عليكم. الأداة دي سهلة وبسيطة، دي بتشتغل على كروم وبتشتغل على فايرفوكس وبتشتغل على ايدج. عبارة عن ايه؟ ان انت لما تيجي تعمل سيرش بيبدأ ان هو يتوصل بالنت. انت عارف ان شات جي بي تي مقفول على ال 2021، لا هنا يبقى مفتوح معاك. مجرد ان انت بتسطب الأداة ديت يبدأ ان هو يديك الإجابة. شات جي بي تي هيبدأ يجيب لك معلومات أحدث، تمام؟ انت مش مشغل الإجابة فبيقول لك انا مش عندي قواعد البحث، لكن لما تشغل الاداه دي هيظهر لك الزرار اون اوف، يبدا يجيب لك من نتيجه البحث اجابه عاديه خالص لكن متحدثه. يعني مثلا لما تساله مين الفريق اللي فايز في كاس العالم 2022 اللي كان في قطر، لو انت مش مفعلها هيقول لك لسه ما تعملش، فانا ما اعرفش لان واقف عند 2021، تمام؟ فتقدر ان انت لا تقول له مين، فيقول لك مثلا مين اللي فاز، البرازيل تقريبا، لا الارجنتين، تمام؟ الويب ريزورت تقدر تزود عدد المواقع اللي هو يقدر يدور فيها بحيث ان تيجي النتائج اكثر او يعني اكثر تفصيلا. ممكن تساله ايه اهم الاحداث اللي حصلت في 2023 او هتحصل في 2024، فيبدا يجيب لك نتائج اكثر تطورا لانه بيستعين بمحركات البحث. هو مجرد ان انت تدوس بيبدا يظهر معاك في الادنس اللي موجوده هنا الاكستنشن.